لنقاش وتحليل الملف السوري. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي السوري ياسر النجار. أهلا بك أستاذ ياسر. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ ياسر. الأمم المتحدة صرحت بأن الغوطة تواجه نهاية عالم متعمدة يخطط لها النظام السوري، كيف تقرؤون مثل هذا التصريح؟ يعني حقيقة كثرت التصريحات التي توصف حال الغوطة، فتارة يقولون يوم القيامة في الغوطة، وتارة يذكرون بشكل واضح وتفصيلي أنه يعجزون عن الكلام، ولكن في نهاية المطاف العملية العسكرية مستمرة، وبالتالي أهلنا في الغوطة لا يستفيدون من كل هذه التعليقات أو كل هذه البيانات. في نهاية الأمر روسيا تفرض أجندتها على قرار مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن الذي حظي بالإجماع لا يقدم ولا يؤخر أي شيء. العملية العسكرية مستمرة. التصريحات الأوروبية لا تزال يعني تصرح تارة بأنها لو ثبت، يعني إلى ماذا ينتظرون؟ هل أعداد القتلى يجب أن يتجاوز 1000 قتيل حتى يتدخلوا؟ أنا بتصوري هذه عملية ابتزاز ما بين الدول فيما بينها، الثمن يدفعه السوريين ولكن النتائج سيحصدها الدول فيما بينهم. إذا أنا بتصوري أهلنا في الغوطة ماضون في عملية يعني تجاوز هذه العملية العسكرية. أنا بتصوري الفصائل العسكرية قامت بواجبها بشكل جيد جدا واستطاعت أن توقف تمدد النظام. محاولات إعلامية شتى على أن النظام قهر المنطقة وأنه تدخل فيها وأنه كاد أن يقسمها قسمين، هذا الأمر كله على مستوى الأرض الواقع تجاوزته الفصائل خلال الساعات الأخيرة. أما على المستوى الإنساني فنحن فعلا أمام واقع إنساني يندى له الجبين، وبتصوري أن الجميع مسؤول عما يعاني أطفال ونساء ومشايخ. بالحديث عن النساء أستاذ ياسر، يحيي العالم اليوم العالمي للمرأة، كيف هي هذه الأوضاع في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها سوريا والغوطة الشرقية تحديدا؟ كيف هو وضع المرأة وما هي سبل إنقاذ ما تبقى من نساء الغوطة؟ يعني المرأة السورية كما تعلمون هي مرأة شرقية، ومع ذلك هي كانت من بداية الثورة تمارس عملها أكثر من الرجل. هي كانت في بداية المظاهرات وهي كانت في السجون، وهي تحملت عمليات يعني الاغتصابات وعمليات سفح الكرامة في داخل السجون. إذا المرأة السورية كانت شقيقة الرجل في مواجهة النظام، ولكن النظام كان يريد أن يوصل عمليا بشكل حقيقي إلى حالة الخوف والإذعان لدى الرجل السوري الشرقي من خلال الاعتداء الممنهج والممارسات الغير قانونية على المرأة السورية. أنا بتصوري المرأة السورية والرجل صنوان في مواجهتهم لعمليات التعذيب وعملية يعني الضغوطات التي يمارسها النظام. تعلمون أن هناك مظاهرات الآن وهناك مسيرة انطلقت من تركيا شارك فيها العديد من دول العالم. نعم. من أجل قافلة الضمير الإنساني. بتصوري أنا هذه رسالة واضحة إلى المجتمع بشكل عام، المجتمع الدولي، إلى الدول التي تعبر عنها نساؤها أتت إلى هذه المسيرة. أنا بتصوري أن يعني حالة التوتر التي يقوم بها الشارع نتيجة عدم إيمانه أو عدم ثقته أن حكومته ستقوم بأي دور إيجابي تجاه المرأة السورية. المرأة السورية بحاجة فعلا إلى أن تنصر قضيتها في محافل دولية وعلى مستوى الحكومات وأيضا على مستوى الحاضنة الشعبية. ربما من أبرز التحديات التي تعيشها المرأة السورية وكذلك أطفال سوريا هي قصفهم المستمر وتحديدا بالغازات السامة. قال استخدام غاز الكلور السام في الليلة الماضية استدعى تصريحا فرنسيا أو تهديدا فلنقل، تهديد فرنسي يقول إذا ثبت استخدام المواد الكيميائية سيكون هناك تدخل فرنسي. ما مدى جدية مثل هذا التصريح الفرنسي الذي سبقه أيضا تصريح بريطاني في نفس السياق؟ يعني مشكلة حقيقية هي بدأت منذ 6 أشهر عندما كانت قوافل المساعدات عندما يسمح لها بالدخول كان لا يسمح بإدخال أي مساعدات طبية، وفي نهاية الأمر أيضا منذ أيام أول البارحة على وجه التحديد لم يسمحوا بإدخال أي مساعدات طبية. إذا على أهلنا في الغوطة أن يموتوا إما نتيجة القصف أو نتيجة فقدهم للدواء أو نتيجة الموت جوعا. الدول يعني كأنه من المبرر أن يموت كل هؤلاء السوريين تحت القصف، تحت عمل
عملية الخنق أو حتى عملية عدم وجود الدواء، ولكن غير مبرر أن يقصفوا بالكيماوي. يعني موت السوريين أصبح بدرجات مقبولة ودرجات غير مقبولة، ولكن مع ذلك النظام يتحدى، ومن أمن العقوبة يعني أساء الأدب. لذلك نرى أن النظام السوري ومن خلفه روسيا وعلى وجه التحديد إيران يساهمون في عملية يعني إضعاف هيبة القوانين الدولية، هيبة الدول الأوروبية عبر تصريحاتها. وأنا بتصوري أن الدول الأوروبية لو أرادت أن يكون لها دور عسكري لما انتظرت ولما ساهمت في كل هذه التهديدات. بتصوري أن هذا بازار ما بين الدول من أجل عملية الغوطة محيط مدينة دمشق. يعلمون أن إيران لديها مخطط ضاحية جديدة بمحيط دمشق، وبالتالي يجب أن يكون لفرنسا دور في العملية السياسية القادمة، وأيضا لأوروبا ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أطلقتهم وطلبت منهم اليوم فقط أن يكون لهم تصريحات بهذه الوثيقة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السوري ياسر نجار، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.